من اليوم الأول رؤساء طوائف قالوا لنا نحن مش بحاجة لكنيسة بتآمن بالكتاب المقدس. قالوا إنه كنيسة بتآمن بالكتاب المقدس مش ممكن تكمل. قالوا إنه كنيسة بتآمن بالكتاب المقدس بطائفة ليبرالية ما رح تنجح أبدا. كانوا على حق بهالناحية، لكن نحن نجحنا على الرغم منهم. البعض من هالقادة الطوائف لما شافوا إنه الله بدأ يبارك الكنيسة وبدأت الكنيسة تنمى انقلبوا ضدي أنا شخصيا. لكن المنظور الإلهي كان يطمننا بشكل دائم مرارا ومرارا وتكرارا إنه هالكنيسة هي فكرة الله ومش فكرتي، إنه هالكنيسة هي خطه مش خطتي، إنه هالكنيسة هي هون لتخدم قصده مش قصدي، إنه هالكنيسة الله استخدمها عالميا لحتى تأثر على 200 بلد أفضل من أي كنيسة بالتاريخ، إنه هالكنيسة أقامها هو لتكون منارة لبحر هايج من الارتباك يلي عايشينه اليوم، إنه هالكنيسة أقامها هو لتكون جبل سلام بعالم من الفوضى، إنه هالكنيسة أقامها هو كملجأ راحة للمنهكين من المعركة، إنه هالكنيسة أقامها هو لتكون ملجأ من عاصفة إبليس والخطية، إنه هالكنيسة أقامها هو لتكون حصن للحق بعالم الحق فيه عم بيختفي تدريجيا، انه هالكنيسة تكون منارة على التلة لعالم مظلم وفي ظلمة متزايدة. هيدا كان هدفه.